الشيخ عفى الله عنك، ما حكم التداوي بدهن الورم؟ الورم أول الأورر من بيصيده؟ سهل سهل؟ نعم. طيب، وهل نزل قرآن أو ثبت بالتجارب أن دهنه مفيد؟ نعم. طيب، إذن لا بأس به، لكن إذا أردت الصلاة فاغسله. فإذا قال قائل إن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم، نقول إن الله ما حرم علينا أن ندهن به، حرم علينا أكل، حرم علينا أكله أو شرب دهنه أو ما أشبه ذلك. أما أن نمسح به أجسادنا ونحن جربنا ذلك ونفى فلا بأس، لكن عند الصلاة يجب التطهر منه. أورى هذا دويبة، يقول إنها شفيرة تعض الإنسان و تهلكها وإنها تؤلمه. هنا حدث إخوانك عن أوراق. لا غير الضغطين، خلوا يتكلم. عفوا الورل دابة قريبة الشبه من الضب، لكنها يستكرهها الناس ولا تؤكل، أو أنها نجسة أيضا. لا غلط، يستكرهها الناس، فيه من يستكره الضب، نعم، وفيه من يستكره الجراد. ما هي يعني ليس السبب للتحريم، كراهة الناس ما هي سبب للتحريم، هنا السبب. ولهذا بعض العرب يأكل كل ما هب وجب إلا الخمس، ولهذا يهنئ بعض الناس الخمس، يقول هنيئا لها أن العرب لا تبيحها ولا تقتلها. أنا سمعت النور هذا أنه شرير، شرير يعني يعدو على الإنسان ويعضه ولا يمكن يطلقه حتى يقطع منه اللحم. نعم، يرضع البهائم بعد، وهذا بعد مشكلة، هذا سرق. على كل هذا هو دويبة خبيثة.